اليماني شمس الدين حارس مرمى شباب قسنطينة يلعب مع قمرود. قمرود يدخل الكرة إلى الوسط، أن يوجد مسيبح زكريا يواصل مسيبح يلعب دائما مع قمرود على الجهة اليمنى، تعود له مسيبح يريد أن يغير الجناح تماما ولكنه يفضل العودة لزميله من هناك. تغيير الجناح شيء مطلوب. هذا زيدان مباركو يلعبها، يتقدم بها زيدان، يواصل زيدان مباركو يبحث عن الحل. زيدان مباركو يجده في من؟ في عمزاوي عكاشة، يأتي إلى غاية منتصف الميدان لطلب الكرة. هاي كرة هدف، هاي كرة هدف، هاي كرة هدف، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، إنه الهدف الأول لمصلحة السياسي. تبيح شعيب هذه المرة تمكن من النيل من حمو بيسارية سحرية كنت أشاهدها في الشباك حتى قبل أن يسدد. كرة هدف أسعدت وأثلجت صدور هؤلاء الأنصار من السياسي في وقت حساس وفي وقت رائع في الدقيقة 32. شعيب دبيح شاهد كيف اخذ الكرة على طريقة رياض محرز، دعوني أنا أشبهه بابن بلدي مفخرتنا رياض محرز، يتقدم برجله اليسرى شعيب دبيح ويسدد بيساريته السحرية وضعها في الزاوية المحصورة بين أرضية الملعب.